بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، نعم، أخذنا ما يتعلق بشروط حضور الدورة، منها وهي أربعة. طيب، الأول الإخلاص، الإخلاص، الحفظ، حفظ المتون، أداب طالب العلم، الحفظ المتن، وأدب التلقي، والمذاكرة وأدب التلقي. الله يفتح عليك. نعم، شروط لا، ماذا أخذنا غيرها؟ أخذنا أسئلة خمسة، لماذا نتعلم؟ أخذنا أن هذا المتن، متن الأصول الثلاثة، لا بد من أسئلة خمسة قبل البدء في دراسة هذا المتن. السؤال الأول، لماذا نتعلم التوحيد؟ لماذا نحفظ المتن؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ندرس التوحيد لأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة لتعليم الناس التوحيد وتعلم التوحيد، حتى وكان يدعي أنه من أهل السنة، صحيح؟ نعم. فبعض الناس يقول يا أخي لماذا ندرس التوحيد؟ يا أخي التوحيد عرفنا. نعم، فكيف تجيب هذا؟ هذا الذي يقول لا داعي لأن نعلم الناس التوحيد. لماذا هذه الدورة في التوحيد؟ توحيد توحيد توحيد، ما عندنا إلا التوحيد؟ نعم، نقول والله ما عندنا إلا التوحيد، أعوذ بالله. ماذا تريد؟ تريد شرك؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كنت لا تفرح درس التوحيد تنطبق عليك هذه الآية، ثم تسأل وتقول هل أنت موحد؟ لا بد يقول نعم. والتوحيد أوجب الواجبات، وأول الواجبات دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به، ولا يدخل الجنة الموحد. لا بد يقول نعم. نقول اشرح لنا هذا التوحيد الذي فرض الله عليك. فإذا شرح بما جاء في الكتاب والسنة فالحمد لله، هذا معناه أنه موحد. وإذا لم يشرح نقول شهادتك أنك موحد شهادة. في طالب في الجامعة الإسلامية في السنة الرابعة، طالب في الجامعة الإسلامية في السنة الرابعة، سأل الشيخ الأمين الشقيطي، الشيخ الأمين رحمه الله صاحب الضوء البيع أيام كان يدرس في الجامعة، قال يا شيخ ما هي شهادة الزور؟ ما هي شهادة الزور؟ طالب في السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية ولا يعرف شهادة الزور. سأل الشيخ الأمين الشقيطي قال ما هي شهادة الزور؟ قال شهادة الزور التي تأخذها إذا تخرجت، عرفتها؟ إذا تخرجت من الجامعة وتعطيك شهادة، هذه هي شهادة الزور. ليش؟ طالب في الجامعة يسميه السنة الرابعة ولا يعرف شهادة الزور؟ هذا ليس معنى أن الشيخ الأمين الشنقيطي يرى أن كل الطلاب شهادتهم هو يدرس في الجامعة، لكن هذا الطالب في السنة الرابعة في الجامعة ولا يعرف شهادة الزور. إنسان يقول أنه موحد ولا يعرف ما هو التوحيد، هذه شهادته؟ شهادة الزور. ثم تسأل أيضا عن الشرك، تقول هل أنت مشرك؟ يقول لا، أعوذ بالله. حرم الله عليك الشرك؟ يقول نعم. أعظم من تحريم كل محرم؟ يقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن المشرك شرك أكبر، إذا مات عليه فهو مخلد خلد أبدا من النار. يقول نعم، هذا كلام صحيح. طيب، ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قال لا أدري، نقول لعلك واقع أنت في الشرك وأنت لا تدري، وشهادة أنك لست بمشرك شهادة الزور. تعال ادرس معه، فتح الله عليك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني، لماذا اخترنا أصول الثلاثة؟ لماذا؟ طيب لماذا احنا نسأل هذا السؤال؟ لأن هناك من يقول هذه المتون لا تصلح، ما فيها شيء، هذا الأصول الثلاثة ما في شيء ولا صح للدراسة، وأنا أستطيع أؤلف أحسن من هذه المتون. في ناس يقول يتكبر على العلم والعلماء. إخواننا الآن مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يستطيع أن يؤلف أحسن من أصول الثلاثة؟ يعني في نظرك أنت ممكن تقول هذا صح؟ لماذا لم يؤلف؟ لأنه عرف أن هذا له فضل وسبق إلى هذا الفضل، فما أستطيع إلا أسير على هذا الطريق. الزاد الآن زاد مستغني، يستطيع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بدلا ان يقول هذا الراجح المرجوح يؤلف لنا زاد جديد، زاد لابن عثيمين رحمه الله.
لماذا لم يعلم؟ لأنه إنسان سبقه في الطريق. أخوانا يا أخوانا، ما يمكن ترى أن تصل إلا على هذا الطريق، هذا معروف هذا. نعم، إذا لابد في الدراسة أن نرجع إلى العلماء ونسير على النهج والطريق الذي خطوا لنا العلماء حتى نصل للموصل إليه. نصيحة علماء، هذا المتن متن مبارك، كثرة الشروحات عليه، عناية العلماء به، الإرشاد إلى حفظه، مشتمل على أدلة من كتاب السنة، حسن التبويب والترتيب، فيه أسئلة يسأل ويجيبه، حتى يعلمك إذا سئلت كيف تجيب. دعا للطالب في الأصول الثلاثة في ثلاث مواضع يدعو لك، ذكر أهم ما يكون وهو مسائل القبر. فتح الله عنك. السؤال الثالث. الرابع. سبحان الله. نعم. السؤال الثالث باختصار. السؤال الثالث باختصار. معرفة العبد ربه. إيه؟ باختصار. أسئلة القبر. أنت أي واحد يسألك ما هي الأصول الثلاثة؟ قل أسئلة القبر. فتح الله عليك. السؤال الرابع. الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة. فتح الله عليك. ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ الإجابة فتح الله عليك. أجل. الإجابة عن أسئلة القبر. هذه أحسن ثمرة. نعم. انتبه براسك. السؤال الخامس هو الخاتم. نعم، ما هو السؤال الخامس؟ فهرسة أصول التوحيد. أي كتاب تقتني، مجرد ما تأخذ كتاب يهدى لك كتاب، ماذا تصنع في الكتاب؟ أرشد العلماء إلى أمرين، تقرأ المقدمة والفهرس، بالمقدمة مصطلح المؤلف وغرض التأليف وغير هذا، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب، لأنه قد يكون لديك كتاب فيه أمور لا تدري عنها، أو تبحث عن مسألة وهي لديك في الكتاب. فأهم ما يكون من الكتاب، إن لم تقرأ الكتاب بأكمله، تقرأ المقدم والفهرس. ونحن بإذن الله أي كتاب نقرأ لازم نفهرسه، لابد تفهرس الكتب، وبهذا تفهم. يعني الآن مثلا إخوانا، يعني أنت الآن كم مرة تقرأ سورة الكهف؟ كثير صح؟ كل جمعة. طيب أول جمعة أول تقرأ كل جمعة، على ماذا تحتوي هذه السورة؟ فهرس لي هذه السورة. فلابد أن تعرف محتوى السورة حتى تعرف لماذا تكرر هذه السورة، ما الغرض منها، ماذا فيها، صح؟ ولا هذه قراءة السلف للقرآن، قراءة تدبر، معرفة معاني والعمل، استعانة إلا العمل. فتعرف هذه السورة، هذه السورة فيها فتن، تحذير من الفتن. نعم، فتنة ماذا؟ فتنة الشباب، فتنة السلطان، فتنة المال، فتنة العلم. صحيح، نسمى فتنة بالعلم، معلوم؟ فتنة الولد موجود، صح؟ نعم، أمور. فلا بد تعد هذه الفتن حتى تضبط هذه السورة، تضبط محتوى. فلو أردنا أن نفارس هذا، كل كتاب تدرسه فارسه. نعم، خمسة أقسام والله أعلم. القسم الأول. القسم الأول. لماذا اخترنا لماذا؟ يا رجل، القسم الأول من أقسام الأصول الثلاثة. المسائل الأربعة. المسائل الأربعة. وهذه المسائل الأربع سورة العصر. وهذه المسائل الأربع جهاد النفس. لابد تجاهد نفسك أولا قبل مجاهدة كل شيء. سأتينا من تجاهد إن شاء الله نهاية الأصول الثلاثة. نبين لك تجاهد من، هذا كلام ابن القيم. رحمه الله، مجاهدة نفسك تكون بسورة العصر، هذا أول ما تجاهد. نعم، وجاهد النفس والشيطان وعسيما. تجاهد نفسك بماذا؟ بالصبر على ال أولا في العلم. من يقول علم؟ أنا خاف أسأله ما يجيب، ما حد يتكلم. نعم، علم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر. هذا مجاهد النفس، علم وعمل ودعوة وصبر. فتح الله عليه. والدليل سورة العصر، هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني، فتح الله عليه. المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة، قلنا لابد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة تأتينا إن شاء الله.
أهم الأصول الثلاثة أسئلة القلب. القسم الثالث أصول الثلاثة. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ طيب والرابع شرح الأصول الثلاثة والخامس فتم الله. طيب الدرس الآن في ماذا؟ من يعرف؟ ما شاء الله فقط. نعم يا أخي خلفك. أي نعم المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة. طيب المسائل الثلاثة ما هي باختصار؟ قبل هذا من يعرف لي التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ توحيد أسألك أنت موحد؟ احنا ما نريد التوحيد لغة، اترك التعريف اللغوية لا نتكلم فيه، احنا نريد التعريف الشرعي. واحد يسألك انت موحد؟ تقول نعم. قال بالله اشرح لي التوحيد ولتبين لي التوحيد. نعم بقي ما اعرف. ما اعرف مشكلة صح؟ مشكلة عظيمة. ابو جهل رأس الكفر، رأس الكفر ابو جهل. يعرف معنى لا إله إلا الله؟ يعرف؟ يعرف. محمد بن عبد الله رحمه الله يقول رحمه الله يقول فقبح الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل رأس الكفر، كافر معاند محارب، ويعرف معنى لا إله إلا الله، وهناك من يدعي الإسلام ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. بل يقول الحالف من هؤلاء، من هؤلاء الذين يقولون لا داعي أن نعلم الناس التوحيد، هذا كلام محمد الشيخ محمد عبد الله الرحمن. يقول الحالف من هؤلاء أحسن واحد من هؤلاء يقول في معناها أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. إخوان التوحيد ما هو التوحيد عند أهل السنة؟ التوحيد اسمع تعريف الشرعية، التعريف الشرعية لابد أن تضبط كما هي، ما تغير حرف منها كما ضبطها العلماء. أنت عالم ولا طالب؟ طالب تسير على طريق العلماء، تعريف كما هو بالحرف، ما تغير حرف واحد. لو تغير حرف واحد خطأ تعريف حتى تصبح عالم. إذا أصبحت عالم عرف ما شئت، وإن شاء الله ما تغير شيء إذا أصبحت عالم. ترجع لتعريف العلماء. التوحيد شرعا لغة مصدر واحد الشيء إذا جعله واحد، واترك هذا يعني التعريف. شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا معنى أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الربوبية، مجرد تقول توحيد قل إفراد. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العبادة. توحيد الأسماء والصفات هو أفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لو قلت في التعريف من غير تشبيه التعريف خطأ. لماذا؟ الله أعلم. يأتي معنا إن شاء الله تعالى مفهوم درس القادم. أسألكم عن هذا تعريف التوحيد شرعا وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة. طيب نعم، من يقرأ لي هذا القسم الثاني؟ القسم الثاني بسم الله. القسم الثاني نعم مسائل ثلاثة. نعم إعلم رحمك الله أن من قال هذا؟ أنت؟ لا، قال المؤلف رحمه الله. طيب قل قال المؤلف. قال المؤلف رحمه الله. لا أيضا ما يسمح. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم إذا قرأت لازم تستفتح. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في درس الأصول من علم الأصول قرأ الطالب فقال له الشيخ لابد أن تستفتح. فقال الطالب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبدأ بالقراءة. قال هذا كلامي. قال لك يا شيخ. قال طيب قل قال المؤلف. قال قال المؤلف وقرأ. قال يا أخي صنع عليك معروف؟ قال نعم. قال طيب كافر. قال بما
قال ادعو لك. قال ادعو لك يا شيخ؟ قال نعم. قال كيف ادعو لك وانت حي؟ قال يصح الدعاء للرحمة للحي وللميت. فقال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ضحك الشيخ. طيب هذا احنا اخوان جئنا لماذا؟ نتعلم. لا اعلم ولا اشكال النساء نتعلم. نعم من الاول؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله، هذا الموضع الثاني يدعو فيه المؤلف للطالب، واتينا الثالث ان شاء الله. يدعو لك تكافئ اقل ما يكون تدعو له بالرحمه. نعم. انه يجب على كل مسلم ومسلم يا على مسلم ومسلم. نعم. تعلم هذه الثلاث مسائل. نعم. وهي الأولى. قال وهي؟ لا. نعم. لا. الأولى أن من أطاع أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. المسألة الأولى هذه المسألة الثالثة باختصار. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيها إفراد الله بالألوهية، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك أهله، والحمد لله رب العالمين. انتهى الدرس اليوم. من يعيد للدرس؟ درس اليوم انتهينا منه، هذا هو. بسم الله. المسألة الأولى. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق بالربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثانية. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى. إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. بالألوهية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك. انتهى درس اليوم. مفروض موعدنا بعد ان شاء الله. نعم والله اخواننا العلم يذكر العلماء رحمهم الله بعض العلم يذكر ان العلم جمع وتفريق وسبر وتقسيم. هذا العلم. العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق. سبر يعني تنظر في الأدلة، تجمع الأدلة، ثم تقسم، تقول مثلا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مراتب الدين على ما سيأتي معنا ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان، هذا تقسيم. وجمع وتفريق، كيف تفرق بين الشرط والركن مثلا، وما الذي يجتمع فيه الشرط مع الركن، هذا العلم. أما الذي لا يفرق هذا جاهل ولا يعرف يقسم بعد ان يقرا ما يعرف شيء، مثل ما ذكرنا في سوره الكهف مثلا. سبع يقرا السوره اكثر ما عرف، ومع ذلك يقول والله فيها كذا وكذا وكذا. تقسيم. طيب اذا المساله الاولى فيها افراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه والاسماء والصفات. الله خلقنا ورزقنا تركناها معطلين لا امر ولا نهي، بل ارسل الينا رسول محمد عليه الصلاه والسلام. من أطاع دخل الجنة ومن عصى فقد أبى ومن أبى دخل النار، صلى الله السلام عليه. والدليل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه الصلاة والسلام فأخذناه أخذا وبيلا شديدا. متى؟ بعد إقامة الحجة عليه بإرسال موسى عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. أحد هنا نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. ما الدليل؟ من يعرف؟ وأن المساجد. نعم. وأن المساجد. وأن المساجد. الدليل أي فلا تدعو مع الله أحد. أحد هنا قل النكرة عن كل أحد. وأن المساجد ما معنى المساجد؟ المساجد إما أنها المساجد هذه المبنية بنيت حتى يعبد فيها من يعبد فيها الله، فلا يمكن أن تصرف العبادة في هذه المساجد غير الله. أو أن المساجد أعضاء السجود، من خلقها؟ خلق الله. كيف تصرف السجود بهذه الأعضاء لغير الله؟ ما يمكن. ما الدليل؟ وأن المساجد لله. أو أن المساجد الأرض وجعلنا الأرض مسجداً وطهور، لا يمكن أن تسجد في مكان على وجه الأرض إلا لله. ما الدليل؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد.
المسألة الثالثة قلنا فيها البراءة من الشرك واحد. كيف تبرأ من الشرك واهلي؟ لو قال لك قائل كيف أبرأ من الشرك واهلي؟ من يعني؟ نعم شيخنا بالقلب واللسان والجوارح. فتح الله عليك. البراءة من الشرك واهلي تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قلب تبغض الكفار وعيالهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع. باللسان إنني براء مما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدت. بالجوارح عدم مشاركة الكفار في عيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع، تلمس لباس الكفار القصات، الإعجاب نظر إليها، كأس العالم، مصارعة الحرة، أفلام. نعم الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أبو الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام كسر الأصنام بيده، بعد هذا ماذا يقول؟ يدعو بما واجنبني، يقول يا رب اجعل عبادي الأصنام في جانب وأنا في جانب، ما أريد أراهم. هذه البراءة من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتراءى نارهما، نار مسلم ونار كافر. إمام أهل السنة من؟ الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله، ما أريد أراه، يقول كافر صح. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يرى صح. إنسان عدو لمن؟ عدو لله. كيف تنظر إليه نظرة إعجاب؟ تنظر كأس العالم، تنظر كأس الدعوة إلى الله أمر، وباب الإعجاب كافر أمر آخر صح؟ نعم. إذا لابد أن نحقق البراءة من الشرك وأهله بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. هذه البراءة من الشرك وأهله، هذا القسم الثاني. طيب من يذكر لي القسم الثالث؟ اعلم أرشدك الله بطاعته. هذا الموضع الثالث يدعو فيه المؤلف للطالب. هذا القسم لماذا ندرس التوحيد صحيح؟ لا يترك المؤلف في كل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا بد أن يذكر هذه المسألة. تأتينا هذه المسألة لماذا ندرس التوحيد هنا في الأصول الثلاثة، في القواعد، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات، في كل مكان لا بد أن يذكر هذا الكلام. لماذا؟ للإشكال القديم. لماذا ندرس التوحيد؟ التوحيد عرفناه ودع ندرس التوحيد. الآن كل موحد يعرف لماذا خلق حتى يوحد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت حتى تعبد الله. لكن الإشكال في واقع الناس اليوم، أي بعض الناس الآن، لو جاء هذا الأخ وأخذ الجوال أو النظارة أو الساعة وأخذ يحفر بها الأرض أو يدق بها المسمار عن جدار، ماذا تقول عنه؟ هذا الأخ أخذ النظارة أو الجوال أو الساعة وأخذ يدق المسمار عن جدار أو يحفر بها الأرض، إيش نقول عنه؟ مجنون. جاء أحد الطلاب لبس لباس الكرة ولبس كرمكم الله جزمة والطاقية صافرة ومع كرة ودخل إلى المسجد، إيش تقول عنه؟ مجنون. لا تدخل هنا، أي قريب هنا مستشفى مجاني، تذهب إليه، هذا مكان مو هنا، لأنه ما عرف إنه هذا المكان مكان للعبادة ما هو للعب صح؟ صحيح؟ طيب خلقت حتى تلعب تأكل وتشرب وتنام؟ إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مثل هذا الذي يدخل إلى المسجد مع الكرة والصلاة صح؟ وكفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ما خلقت لتأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تشرب. خلقت لغاية وهي العبادة، فإذا اشتغلت بهذه الغاية في هذه الدنيا والله تسعد
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الباطل كان زهوقا. تسمع الآن انتحار يعني عند أكثر ما يكون عند أماكن له في المراقص وكذا، وبعض الدول أخذت الدرجة الأولى من الانتحار. انتحار كثير جدا، حتى تعبوا في هذه الدولة، انتحار انتحار كل يوم انتحار. فما يعرف سبب الوفاة، هل هو انتحار أو في هناك أحد تسبب بها بالقتل وكذا والتعدي عليها. انتحار كثير في الدولة، كان دولة من الدول الكفر طبعا. فالمهم ماذا صنع؟ قال ننشئ نادي للانتحار. نادي للانتحار، أي واحد يريد ينتحر يأتي لهذا النادي ويسجل معلومات ويعطوه الوقت والطريقة، مع السلامة ينتحر. فجاء إليه مسلم إلى النادي، دخل النادي، قال وين تريد تنتحر؟ قال أنا انتحر. مجنون؟ أنا مسلم. ما تسمع بفضل الله، اسمع، ما تسمع بفضل الله أنه أحد انتحر في مكة أو في المدينة أو في أي مسجد من المساجد، صحيح؟ لأنه سخر البدن فيما خلق له، لكن تسمع عند المراقص. هذا جاء المسلم إليه وقال أنا أريد أنه أي أحد يأتيكم يريد يقدم للانتحار تحولوا عليه، أدعو للإسلام، أسلم الحمد لله، وإلا حولوا عليكم. كل ما يأتي أحد عند هذا المسلم يعرض عليه الإسلام يقبل الإسلام ويترك الانتحار، حتى أن هؤلاء أصحاب النادي صار ما يأتي أحد، يعني بعد ما يرجع لهذا المسلم ما يرجع مرة أخرى. فقالوا نريد ننشئ لك نادي مسمين نادي الانتحار. في مرأة الآن داعية إلى الله موجودة في أحد الدول أو دول الكفر، هذه كبرت في السن وضاقت عليه الأمور وعلقت الحبل في السقف، لأنه من 3 سنين أو أكثر لم يدق أحد عليها الباب، كفر، صلى الله عليه وسلم. عندما علقت الحبل سمعت الجرس يدق، دق المرة الأولى سمعت، قالت يدق الجرس إلا أنا، لعله هذا مع الخوف وكذا يدق الجرس، ما يمكن يدق، من يدق علي؟ لا أحد، لا ولد، لا كذا، لا كذا. قالت أكمل العمل، وحتكمل في العمل دق المرة الثانية، قالت سبحان الله هذا يدق، لكن لعله أحد أخطأ كذا يريد بيت الجيران دق عليه، لا أشكال. فقد تكمل دقة الثالثة، سبحان الله لا بد أن أعرف من هذا يدق، لماذا يدق؟ فجاءت فتحت الباب وإذا برجل مسلم معه في يده مطوية. قال ماذا تريد؟ تريد الجيران؟ قلت لا. قال لا، أريدك أنت، خذ هذه المطوية فيها دعوة للإسلام. قالت أنت عطلتني الآن عن انتحار، أشهر الإسلام؟ قال اسمع الإسلام كذا وكذا. قالت أنا أريد أن انتحر الآن، لا أريد هذه الدنيا ولا شيء منها. قال اصبر وانظر في الإسلام وكذا. سبحان الله أسلمت وتركت الانتحار وهي الآن تدعو للإسلام. شوف مطوية، لعلك تنقذ هؤلاء من ما هم فيه من الجحيم. فالمسلم الآن في نعيم والله أخوان، أسعد الأوقات لو تسأل أي واحد منهم، أسعد الأوقات ما تعلم، رمضان، الحج، الله بلغني إياكم، صحيح، رمضان الآن، النهار صار، والليل قائم، أكل قليل، عمل كثير، تتمنى أن يكون على العام، كل الأشهر كلها رمضان، والله تتمنى، الحج، منى، مزدلفة، عرفة، رمي، حلق، كذا، ذبح، وكذا. لكن تجد أنه ترتاح يوم الحج، لماذا؟
لأنك تسخر هذا البدن فيما خلق له. فلما جاوز المكان الذي أمر بالسير إليه، فلما جاوز قال الفتاوى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. متى جاء النصب والتعب؟ بعد أن جاوز موطن العبادة. أما قبل ما في تعب. وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما يتعب في الإنسان في العبادة، ما يتعب بإذن الله والتعب. إذا هذا مهم عندنا، المهم التطبيق العملي في أن تعيش في هذه الدنيا انك عاقل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا ومن المسلمين. ثم انتهى هذا القسم الثاني، هذا أخذناه من أول ما درسنا. لماذا ندرس التوحيد؟ ثم شرح القسم الثالث والرابع وهو المهم. وهو ما هو القسم الرابع من أقسام المتن؟ شرح الأصول الثلاثة. فتح الله عليك. شرحها بماذا؟ بأسئلة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة تقول أسئلة القول باختصار طبعا. فإذا قيل لك من ربك؟ يا أخوان هذا من حسن التأليف، هذا من أحسن ما يكون، سؤال وجواب. نعم طريقة نبوية. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة؟ نعم رضي الله عنهم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. لماذا هو معبودي؟ لأنه هو الرب هو المعبود، فالرب هو المعبود. والدليل قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. لماذا تحمد الله؟ لأنه هو رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال الذي خلقكم هو الخالق، والذين من قبلكم، أيوة خلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله. ولأن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أقروا بأي توحيد؟ توحيد الربوبية. وكانت الخصومة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أي سورة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أي سورة؟ سورة البقرة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة. هذه الآية فيها أول نداء في القرآن، أول يا أيها الناس في ترتيب القرآن الفاتحة ثم البقرة، أول يا أيها الناس في هذه الآية. إذا أول نداء في القرآن نداء إلى ما؟ نداء إلى التوحيد. أول فعل أمر في ترتيب القرآن اعبدوا أي وحدوا. إذا الأمر بماذا؟ بالتوحيد. إذا أول نداء التوحيد، وأول أمر التوحيد. أول نهي بهذه الآية فلا تجعل لله أندادا، نهي عن ماذا؟ عن الشرك. إذا هذا فيه أهمية التوحيد والنهي عن الشرك، خطر الشرك. يا أيها الناس، من الناس الذين تقدموا؟ من هم؟ قسم الله سبحانه وتعالى الناس في أول هذه السورة لثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق. أبين أوصاف كل فريق من هؤلاء الثلاثة، صحيح، لكن أطال الله سبحانه وتعالى في وصف المنافق آيات كثيرة في وصف المنافقين. لماذا؟ لأن يخفى أمر هؤلاء على الناس، هم العدو فاحذرهم. أنت تظن أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد نفاق، واليوم ما في نفاق؟ اليوم النفاق أكثر، كثير النفاق اليوم. حذيفة رضي الله عنه في زمنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهد الصحابة قال رحمه الله رضي الله عنه، قال إن المنافقين الذين في زمن اليوم أشد من المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأن المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخوا نفاق، واليوم أظهروا. اليوم المنافق يحارب التوحيد باسم الإسلام،
قل لا داعي لدرس التوحيد، ياخذ التوحيد عرفنا. ولماذا تشدد على الطلاب يدرس التوحيد؟ لماذا تعلم الناس التوحيد؟ هذا منافق هذا باسم التوحيد، صح؟ لماذا ندرس الصور الثلاثة؟ والله جاءني طالب، اسمع أنت اسمع، جاء الطلاب، الطلاب يحفظوا، ألزمهم بحفظ الصور الثلاثة وقاعد أربع كتاب توحيد، مو أنا إما يلزم هذا، قال إيش هذا؟ لماذا يحفظ هؤلاء الصور الثلاثة؟ لا ما أحد يحفظ منهم الصور الثلاثة، خطأ. لماذا؟ قال هل حفظ الأصول الثلاثة كتاب التوحيد أبو بكر وعمر؟ قلت نعم. قال إيش؟ قلت نعم. ويحارب الطلاب بهذا، قل هل حفظ؟ يقول لا. قل لا تحفظ، هذه ما هي طريقة سلفية. سبحان الله. قال سألني، قال هل حفظ أبو بكر وعمر الأصول الثلاثة؟ قلت نعم. تظن أن أبو بكر وعمر ما يعرف التوحيد؟ ثم هذا ماذا في الأصول الثلاثة؟ ماذا فيها؟ فيها تعليم الشرك؟ فيها من ربك؟ مسألة القبر، في أركان الإيمان، الإسلام، الإحسان، صح؟ هذه طريقة السلفية، هذه اليوم حال الإسلام يقال عنه كذا، ومن يعلم الناس التوحيد يحارب. هذا هو اليوم الواقع اليوم، من من تأخذ النصيحة، من من توجه؟ من المنافق. أما الأئمة ينصح ويتكلم ويدرس وأطلع، ما أحد التفت إليه، هذا الإشكال. طيب يا أيها الناس، من مؤمن وكافر ومنافق، أول نداء أعبدوا أي وحدوا، أول أمر أعبدوا ربكم، من هو الرب؟ لابد أن يكون هو المعبود الذي خلقكم. طيب والذين من قبلكم، يعني لا خالق إلا الله. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة على التي تدل على انفراد الربوبية، واستدل بها على توحيد الألوهية، ثم ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعل الله أندادا. أول نهي في القرآن نهي عن الشرك، فلا تجعل الله أندادا شبهاء وذراء ومثلا تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لا بد أن يفرد بالألوهية، هذه لا تخلق ولا تدبر الأمر ولا تسمع شيء ولا تقدم ولا تؤخر، وأنتم تعلمون. طيب ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى بيان أن العبادة حق لله، أنه المنفرد بالربوبية والرب هو المعبود، الخالق لا بد أن يكون هو المعبود. ما حكم صرف شيء من العبادة لغير الله؟ نعم، الجواب سمعت السؤال؟ ما نريد أحد يكون محمد دفاع. نعم سمعت السؤال؟ لماذا؟ الصدق من جاء، تعال قدم فالذهب. وصلت إلى البلاد أو بعد؟ إيش اسمنا؟ انتبه يا أخي معي، اصبر. ما حكم صرف شيء من العبادة لغير الله؟ نعم يا أخي، شرك بالله عز وجل. حكم من صرف شيء من العبادة لغير الله، عبادة واحدة لغير الله، شرك أكبر. الله ما أحد يتكلم، شرك أكبر، شرك أكبر، مرة واحد، مرة واحد. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما هو الدليل أن من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، يعني شرك أكبر؟ أدلة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وغيره، إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا. هذا ما فيها دليل صريح على الكفر، نبغى دليل صريح أنه كافر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كافر، حكم الله سبحانه وتعالى بالكفر. نعم، فتح الله عليه. إذا العبادة حق لله، لا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله. من صرف منها شيء لو مرة واحدة في حياته قرب لغير الله ولو ذبابا فمشرك شرك أكبر.
عبادة حق لله، ما يصح أن نصرف هنا شيء لغيره. طيب، أنواع العبادة التي أمر الله بها، ما أنواع العبادة التي أمر الله بها؟ بماذا بدأ؟ نعم نأخذ بسم الله ما شاء الله. الإسلام والإيمان والإحسان. هذا ما الإسلام والإيمان والإحسان. طيب في الإسلام ما؟ الإسلام بني الإسلام على. على خمس. طيب فتح الله عليك. نعم جيد ممتاز. نعم. والخوف والرجاء. الدعاء. الدعاء. طيب والخوف والرجاء والتوكل والرغبة. طيب الدعاء. يعني هذا نهاية الدرس. الدعاء انقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مشغلة. أنا أتكلم يعني لا أحد يؤمن على كلامي. طيب الدعاء إما دعاء عبادة ودعاء مشغلة. دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغيره، هذا واضح العبادة لله. أما دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد طلب الرزق غير الله شرك أكبر، هذا لا يقدر عليه إلا الله. لكن دعاء المسألة فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة، أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سوي. حي خرج بهذا الميت، حاضر خرج بهذا الغائب، هو هنا في تركيا ونادي الولي الذي في الهند مثلا، قادر خرج بهذا العاجز، سبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. مرة أخرى الدعاء انقسم إلى قسمين، دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. أنت تكتب؟ أوقف أعطينا القلم مع الدفتر، ما في جوال الحمد لله. أعطينا أنت أول مرة تحضر معنا هذا الدرس؟ أنا حضرت بس جيت متأخر شيخ، ما حضر النصيحة يعني. ها ممنوع الكتاب ما سمعتها؟ الشيخ هذه معلومة نكتبها الحي والقادر تروح، ما يعني ما إحنا مدونينها يعني هذه. قال ما قلت لمحدث قط، قال هو يقول ما قلت لمحدث قط أعد عليه. تعرف ايش معنى هذا؟ مجرد ما يسمع يحفظ. قال ما قلت لمحدث قط أعد عليه، مره واحده انتهى. خذ منه الكتاب. فماذا يصنع؟ يقول الاخ اشكال فوائد، ما عندي اي فائده انا، كل ما اقول موجود في الشرح. وزع عليك الاخ الاوراق موجوده في الاوراق هذه موجوده فيها ما اقول، مكتوبة مرسومة بالجدول جاهزة ولا تنفع إلا تحفظ بعد الدرس. طيب الكتابة كان يمنع منها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، للوقت يكتب تذهب عليه بعض المعلومات. في دورة من الدورات في دولة من الدول، المهم اعترض علي طالب قال اسمع والله أنا أسرع منك في الكتابة وتحداك، أنا أكتب مع الدكتور في الجامعة، يتكلم الدكتور وأنا أكتب أسرع منه، كيف أنت وأنت تعيد أحيانا وكذا؟ أتركني أكتب. قلت لا احفظ، فكل حافظ إمام. ما قلت لمحدث قط قال أعد عليه يحفظ. ثم إحنا نكرر الدرس الآن ثلاث مرات صح؟ أحيانا أربع مرات، أحيانا خمس مرات، والاختبار وكذا تصل إلى خمس مرات أحيانا نكرر. فاحفظ موجود هذا في الأوراق، يوزع عليكم الأخ. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء المسألة قسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. دعاء طلب الولد طلب الرزق، فيما يقدر عليه المخلوق يصح طلب دعاء المسألة من المخلوق فيما يقدر عليه بشرط أربعة، حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. أقول لهذا الأخ أعني في حمل هذه الطاولة، يصح حي وحاضر، ننظر طبقة الشروط يصح حي حاضر قادر واعتقد أنه سبب صحيح. أريد أن تشفع لي في دخول الجامعة مثلا، حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب يصح. طيب
الأسباب انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب، هذا مهم جدا، إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، وجعل لنا الله سبحانه وتعالى أسباب تنقسم إلى أسباب شرعية وأسباب حسية. هذا الأخ عنده ألم في البطن، ذهب إلى الصيدلية وأخذ دواء وشرب، بسم الله اللهم اجعل في هذا الشفاء، يصح؟ يصح، سبب حسي. أو أخذ شيء من الأعشاب أو النعناع أو كذا وضع في ماء حار وشرب، يصح؟ سبب حسي. أو سبب شرعي أخذ يقرأ على بطني، يصح؟ يصح. نعم، إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى جعل لنا الأسباب، إما أسباب شرعية كالرقية أو أسباب حسية كالدواء، فهذا صحيح. الثاني إذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. ترى الآن، ولا بد أن تنكر، ترى بعض الناس هدانا الله إياه كثير حدث ولا حرج يضع في المنزل، على باب المنزل، في السيارة، على الأولاد كذا، رأس الثوب، أعين الذئاب، الخرز الزرقاء كثير جدا موجود، حافر، نعل قديم، إطارات السيارات، بعض الأشياء، السمك، الحوت، الأسد، بعض الكتابات، عين الحسود لا تسود مثلا. لماذا تضع هذه الأشياء؟ لماذا تضع رأس الثوب؟ إذا قال أن رأس الثوب هو الذي يطرد الجن والشياطين فهذا شرك أكبر، لنعتقد لهذا تصرف خاف الكون ويجي جلب المنافع نفع المضر. وإذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعلها سبب، والله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه أسباب، فهذا شرك أصغر. إذا اعتقد أن مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعلها سبب، هذا شرك أصغر. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، تراجع لنا ما أخذنا، وإن شاء الله تعالى كما اتفقنا مع الإدارة يعني بعد الأذان الظهر خمس دقائق فقط بين الأذان والإقامة، يؤذن للصلاة ثم خمس دقائق ثم تقام الصلاة حتى نأخذ الدرس ونأخذ يعني فترة راحة إلى العصر. نحن نريد أن تكون الدروس على هذا الشكل، يعني نرتاح حتى نراجع وكذا حتى لا تتزاحم معلومات، ثم بعد هذا يكون الدرس، وعلى هذا تسير الأمور إن شاء الله تعالى. لكن بدون مذاكرة لا يسمح، كل ما أقول موجود، أي حاشية ابن قاسم عن الأصول الثلاثة، حاشية ابن قاسم عن الأصول الثلاثة، مختصر بسيط، أو شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وحتى تلاقيه أنا أقول لك عندك الأوراق هذه اللي يعطوك الشباب الآن يوزعون عليك فيها كل شيء. ثم أنا إيش أقول الآن؟ ما عندي شيء إخوان، الله ما عندي شيء. تعريف التوحيد يحتاج إلى تبحث عن كتاب، أمسك أي واحد ترى واحد قال نعم، قال إيش أحلى التوحيد؟ إذا لم يعرف خذه معك وللثالث، وهكذا حتى تجد واحد يشرح لك التوحيد وعلمك التوحيد. الحمد لله سهل جدا. تقيد بعد الدرس الآن، قيد الآن، اجتمع بإخوانك وقيد. الحمد لله إن شاء الله أعطوك المعلومات كلها. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع المحبوب، لا تتأخر عنا، يعني بين الأذان قام خمس دقائق تقام الصلاة، ثم بعد هذا الدرس حتى تسلم كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة الأسئلة أنا قلت داخل دقيقة، يقول عندنا أسئلة، عندنا إشكالات، عندنا مواضيع، ما في أسئلة. أنا جئت هنا أسأل لا أسأل، أنا لست بعالم، كيف تسألون؟ أسأل علماء. الإشكالات خلال المتونة وكذا، ما تجد إشكال بإذن الله، نهاية الدرس، نهاية الدروس كلها بإذن الله تجد أنه ما في إشكال، الإشكال عندك، انتظر. فلما حضروا قالوا أنصتوا، آخر يوم إن شاء الله تعالى، آخر درس يوم الجمعة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء تكون الأسئلة، يعني معنى هذا.
ولا أنا ما في أسئلة. نعم ما في أسئلة. كان الصحابة رضي الله عليهم اسمعني كان لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى يأتي الأعراب يسأل. نعم ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال وسوف يأتي معنا باب في كتاب التوحيد بإذن الله نشرح فيه هذه المسائل إن شاء الله تعالى سنتهي الأمر. نحن نريد جئنا حتى نشرح هذا المتون شرح هذا المتون نضبطها بما فيها من تعريفات وتقسيمات والحمد لله رب العالمين. إذا ربطناها أجعل السؤال فتوى موجود لجنة دائمة أعطيك رقم بعد الدرس إن شاء الله تصل وأسأل. وفتاوى وفتاوى تعلق بالمتون وكذا ما تجد نهاية الدرس تجد لا أسئلة في الدرس بإذن الله إن شاء الله. طيب سبحانك الله.